وايه الشنطه اللي معاهم دي؟ دي شنطه السعاده يا كبير. تعال تعال افرج الباشا. سمي سمي خلاص روح. الشنطه دي فيها تاريخ بلدنا يا باشا، والشنطه فيها تاريخ يام. لا 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 اصلي اصلي ما تخافش. برافو ريجا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظنا لا اله الا الله. ايه ايه ده عربي؟ سكينه انت اللي موقفك كده، في ايه؟ عامل ايه في انت اللي وحشاني؟ انا كويس الحمد لله. انا قلت برضه عربي مش هيهون على قلب سكينه بنت خالته. لا يا حليته هون تعيد، بس انا قلت ندل قريب احسن من ندل غريب. طب فين نصك الملتصق التاني؟ فين راحت؟ فين اللي كانت طالعه لك دي؟ ما بتسيبكيش ما بتفرقكيش دي. ما تجيبليش سيرتها. الست رانيا الزبادي بالخوخ اللي كانت تتحط على الجبنه تسيح، ايه اللي حصل ما بينكم؟ مش طايقه اسمع اسمها. طب بس فاهميني، شهر العسل خلص يعني ولا ايه؟ هي راحت فين؟ بقول لك ايه يا عربي، انا عايز اوصل لريجا. بعد ده كله راجعه وبتتحايلي عليا عشان اوصلك بريجا؟ وايه اللي فكرك بريجا؟ انا لما كنت واقفه مع المدعوقه دي قدام محل مختار سعاده، لقيت واحد من ظهره خالق الناطق، الخالق الناطق ريجا. ايوه انا اعمل ايه؟ ايه المشكله؟ انا وقتها كنت فاكره ان ريجا ميت، فقلت واحد شبهه عادي يعني، بس لما برجع بالشريط لا، هو ريجا مفيش غيره. وبعدين خرج من جوه بعد صوت الطلقه ما اتضرب بمفيش. وبعدين دخلنا لقينا الراجل بيخلص. حلو، يبقى ريجا هو اللي قتله. ولا احترم روحك، ريجا ما يقتلش. ريجا ما يقتلش يا عبيط، هو ساحر لك الواد ده. ما تركزي، ما انت لسه قايله اتهيألك ان هو عدى بعديها طلقه نار، دخلت لقيت الراجل مقتول. هيكون مين اللي قتله يعني؟ عادي يعني، هو عمر الحرامي ده اخو جميله المعصعصه صاحبه المدعوقه اللي ما تتسمى. طب معلش بس ثانيه واحده قبل ما تكملي في اي حاجه، في قصص مستفاده من الحدوته دي؟ في عظه ولا ايه؟ عشان انا تعبت والله العظيم تعبت. عايز اوصل لريجا. الله يخرب بيت ريجا. اتقدمت ورق التنسيق واتقابلت في كليه مرتضى البنهاوي، ونفسي اطلع الاول على دفعتي يا جماعه. حصل، انت النهارده من رجالتي يا ريجا. بس لو عايز تعمل شغل برايه قول لي. مال يا باشا؟ طبعا طبعا اقول. ودول هديه صغيره مني كده. الله يا باشا، يعني مش مستاهله، بس النبي قبل الهديه. انا عايز شغل بشويه يا ريجا، يعني تصرف شويه على لبسك وعلى شكلك، وتجيب رجاله بجد مش عيال خيخه. حصل حصل يا كبير، انا بحب الهدايا قوي. تصرف لي البضاعه دي. طبعا. امال ايه؟ حصل يا كبير طبعا. ما تحرمش يا كبير، فرصتك هي اللي كان نفسك فيها يا ريجا. وانا عمري ما اقصر رقبتك يا ريس. اتكل على الله انت بقى، عشان عندي ضيوف مهمين. انا كده كده كنت قايل.